سفير المغرب في مصر أحمد التازي الذي كان في استقبال المساعدات المغربية قال في تصريح لإذاعة ميديان، قال إن هذه المساعدات تبرز خاصية مهمة في تحرك الملك محمد السادس بشأن القضية الفلسطينية، وهي اقتران القول والعمل. في البداية أبرز خاصية مهمة للسياسة الخارجية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه الخاصية تتجلى في المزاوجة بين القول والعمل، بين التحرك السياسي المكثف والهادف وبين تدخل الميداني بشكل مضبوط حسب ما تقتضيه الظروف. وهذه الميزة الآن نلمسها على أرض الواقع، خاصة تجاه القضية الفلسطينية. اليوم وصلت طائرتان عسكريتان مغربيتان إلى القاعدة الجوية شرق القاهرة محملتان بمساعدات إنسانية موجهة إلى قطاع غزة، وتتشكل هذه المساعدات الإنسانية من 20 طن. هذه المواد سيتم وضعها على ظهر شاحنات عبأتها سفارة المملكة المغربية بالقاهرة لكي يتم نقلها برا من القاهرة إلى المعبر الحدودي رفح ومنه إلى غزة إن شاء الله.